السلام عليكم الاخوان. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم. هذا راه ليكطون لا تسحبوا شراب ولا شي حاجه. جيت نهضر لكم على واحد الموضوع الاخوان ديال الاضطرابات النفسيه في المغرب. 90% ديال المغاربه اللي معصبين، كلشي معصب، كلشي هذوك الناس اللي كنقول لكم اللي كتلقاه في الزنقه خارج الزنقه، كيعربط كيحيد التيشيرت يغوت، باغي طايف، باغي يرونها، سكران معربط نرونها، معصب ديال البصح. عرفتي شنو هو السبب ديالو؟ هذاك راه ما حاويش، شو ملي كيشكو كنحاوي والله خويا تلقاه بخير وعلى خير. علاش دابا داك الناس اللي كتلقاه محاوين بخير وعلى خير، حاوي المدام عنده، كتلقاه خارجه فوقيه ورايح في راس الدرب، جا مع الدراري الصغار كيلعب معاهم كره، وصيفط الدري الصغير يجي يقول لي جيب لي هو الماس ولا مسكه، كتلقاه فهمتي مربي كريشو وغلاض، لعيبات كان ضعيف نتزوج لعيبات علاش؟ حيت حاوي بخير وعلى خير. اما دوك اللي ما كيكونش حاوي ديما كتلقاه مقلق ومعصب، ديما مرونه، وعلي والله يمو لقيت في وادي بوط طوار بوط مشاش حاقر على كل شيء غول. هذاك راه ما حاويش، معصب. حتى المغاربه اكثريه ديال المغاربه اخويا نقول لكم اضطرابات نفسيه والله يا اخويا من الحوا قسما بالله. وثاني حاجه هذوك الناس اللي عندهم القذف السريع، انا غنجاوبك اخويا على القذف السريع ونقول لك بلا سمح لي اخويا شري بلل ما علينا. هذوك الناس اللي عندهم القذف السريع عادي منين اخي؟ راه هو داك الحوا ديال المشاش، كتبقى تحوت تلفت، ما عندك لا لوكال لا والو، كدبر على الدري وما عندكش لوكال. هذاك هو، هذاك هو سبب القذف السريع، كتبقى تحوت تلفت، تحوي، خايف من المخزن، خايف من هنا، خايف اللي يصوروك، خايف من هذه، حتى كتبوس في الدري وهي حاله عينيها، فهمتيني؟ حادي اللي يشوفوا كتناوبوا بحال السيكيريتي بجوجكم، كتبوسوا بعضياتكم كتناوبوا، خايفين اللي يشوفوكم شي واحد، ماشي بحال واحد كيكون فهمتي مزواج مستقر في الدار عنده كيحوي مرتاح كيغلاط فهمتي مزيان، واخا يكون حدا دارهم لعيبات فهمتي، المهم ساد عليه البرتو ديالو، عارفينو دارو مزوج لعيبات كيحوي مرتاح ما كيبقاش قاد في السريع. اما هذاك قاد في السريع اخي راه ما عنده لا علاج لا والو، علاج ديالو هو هو تريح معاك الراك في الدار وتزوج وتريح تلبد معاك الراك غتحوي مرتاح فهمتيني. واحد الحوا ديال المشاش راه هو اللي كيدير القذف السريع اخي، وشكرا على هادشي اللي كنقول لكم وصافي وسمحوا لي. شوف هادشي راه علميا، راه ما كنزيد غير انا كنوصل لكم فكره بكل وقاحه بكل جراه، حيت ما فهمتي ولا لا. واسمحوا لي الاخوان كما كتعرفوا راه الحياه الفنان ماشي سهله وشريبه، لا شريبه.